يا هلا وغلا، كيفكم؟ اخباركم؟ عساكم بخير. وصفتنا اليوم حلا لذيذ، مكونات جدا بسيطه، مربعات نسكافيه هلا بارد، راح يعجبكم مع قهوه المغرب. يلا نبدا الوصفه. الطبقه الاولى بسكوت دايجستيف مطحون، حليب نستلة مكثف، حليب ساهي. اخلط المكونات كلها مع بعض. هون اثنين تقريبا شبه عجينه لينه. تساوي الطبقه الاولى بصينيه بطنة ورق زبدة بهذه الطريقة. الطبقة الثانية جبن كيري، حليب نستلة محلى مكثف، نسكافيه، أضيف الحليب، أخلطهم إلين يصير معي قوام كريمي. أوزع الخليط على الطبقة الأولى، أدخلها الفرن على درجة حرارة 180 من فوق 10 دقائق إلين تتماسك معنا. بعدها راح ندخلها الثلاجة أقل شيء ساعتين ونقطعها مربعات ونشوف كيف راح نقدمها. وكذا انتهت معنا مربعات النسكافيه. شايفين كيف الجمال؟ ما شاء الله تبارك الله. الريحة خيال. شوفوا كيف حجم الحبات، كيف ما شاء الله لذيذة لذيذة لذيذة. لازم تطبقونها. بالعافية علي وعليكم.